الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنا مش عايز أقول إن انتصرت فلسطين، لأن والله كل شاب مسلم كان قلبه معاهم وكان بيدعو الله سبحانه وتعالى من كل قلبه إن يكون لينا النصر إن شاء الله. والله ربنا يعلم إن أنا من الناس اللي ما كنت بعرف أنام من قلقي على المسلمين هناك، لكن على الجانب التاني كان في رعب في قلب كل صهيوني. الصهاينة على تويتر أو حتى في الصحف الصهيونية محتاج فعلا يتسلط الضوء عليه عشان تشوفوا قد ايه الناس دي جبانة وخايفة. وده اللي انا ان شاء الله هعمله النهاردة سريعا كده، لان ده من اسباب النصر، الخوف اللي جواهم. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعله ان هو من اسباب النصر. الرعب اللي هم عاشوا فيه لازم نشوفه ونسمعه. لازم نعرف ان ضرب اليهود المحتلين لبلادنا هو الحل الوحيد اللي هيخليهم يسيبوا البلد دي ويخرجوا ويرجعوا مطرح ما جم. الصهاينة وبكائهم وخوفهم ورعبهم وهروبهم من المواجهة فعلا يثبت ان دول شوية حرامية اتجمعوا على مكان كان ملك الاهل فلسطين واقاموا فيه مش اكتر. شوف رعبهم، اللي يقولك انا مش عارف هنصحى احياء ولا لا، واللي تقولك ابن عم في جيش الصهاينة وبيقول ان في اعداد كبيرة من القتلى والوضع مؤلم ومخيف، واللي يقولك فين الامان والامن ويقولك احنا هنموت واحنا بنصلي، بتصلي لمين يا بتاع نشيد الانشاد؟ واللي يقولك انا عايز ارجع من حيث اتيت انا خايف، واللي يقولك عندنا اطفال مرعوبين من صوت الصواريخ، قال يعني لما دخلوا بلد مش بلدهم هيرتاح، والحرام يا ابني ما بيدومش. وحتى على المستوى العسكري لما طرحت فكره ان يكون في حرب بريه ضد الفلسطينيين في غزه، لقينا اصوات منهم بتقول لهم ما تكونوش حمقى، هم بيجروا رجلكم عشان ياخدوكم اسرى ويقتلوكم. تحس ان هم بيتكلموا عن شويه ارانب، والله جبناء فعلا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في القران. احنا امام اجبن خلق الله، وهم نفسهم اللي رفضوا الحرب مع نبي الله موسى عليه السلام في القران الكريم، وقالوا كما ورد في القرآن فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فهو ده حالهم سبحان الله من أيام سيدنا موسى عليه السلام وإلى وقتنا هذا. حتى الإعلام الصهيوني بيتكلم عن إن المعركة دي كانت معركة فاشلة بتستهدف المدنيين والأطفال والكلام ده. ليك يا وسيم يا يوسف، ده مقال كتب واحد اسمه ألوف بن، وهو رئيس تحرير هارتس الصهيونية، تحت عنوان هذه هي أكثر عمليات إسرائيل الفاشلة والغير ضرورية، يجب أن تتوقف حالا. وقال الكاتب إننا نشهد فشلا عسكريا وسياسيا خطيرا كشف النقاب عن أوجه قصور في انتشار الجيش وعمله، هنا قيادة مشوشة وعاجزة. واتكلم عن مشاكل في العملية دي، واحد انهم فوجئوا بقدرة حماس وانها اخذت بزمام المبادرة، اتنين انهم كانوا مهتمين بايران وانهم كانوا شايفين ان غزة دي جبهة ثانوية وهي دلوقتي واقفة في زوركم وبتديكم على قفاكم، رقم ثلاثة انهم كانوا فشلة في التعامل مع حماس وانهم ما قدروش يقضوا على هجوم حماس، رقم اربعة ان غالب اهدافهم مدنيين في غزة وانهم نفذوا غارات غير مهمة، وغيره وغيره من النقاط اللي هو طرحها. ده ملخص لتقرير صهيوني بيتكلم عن فشل الجيش في اشهر جريدة صهيونية يسارية اللي هي هارتس، وبقلم رئيس تحريرها كمان. الصهاينة كلهم حاسين بالعجز وعدم الامان، واخيرا انتصرت فلسطين اللهم لك الحمد. فشلوا الصهاينة تماما، وده بحسب الصهاينة نفسهم. الصهاينة نفسهم على المواقع والصفحات بيعلنوا فشل نتنياهو في هذه المعركة. وده مثلا ألون دافيدي رئيس بلدية سدرون، فبيقول نتنياهو سيبقى في الأذهان باعتباره الشخص الذي أقام رئيس الوزراء في دور مر دولتين على مر السنين، دولة إسرائيل ودولة قطاع غزة والجنوب، حيث دماء السكان تحت رحمة حماس. وده جدعون ساعر وزير الداخلية الصهيوني السابق، فبيقول وقف إطلاق نار من جانب واحد دون فرض قيود على حماس لمنع التسلح مجددا انتهبل يا ابني ولا ايه، ودون عودة الجنود الأسرى تكون بشدة الردع الإسرائيلي، وسيكون فشلا سياسيا ندفع ثمنه. وده تصريح لليبرمان وزير الخارجية الصهيوني، واللي قال فيه نتنياهو يستغل العملية لأغراض سياسية، وحماس سيطرت على الشارع العربي داخل إسرائيل، ولأول مرة تمكنت حماس من تشكيل جبهة داخلية داخل بلدنا على حسب قوله يعني، وتمكنت من إطلاق النار من لبنان وتحاول التسخين في القطاع داخل الأردن. المتابع للأحداث هيلاقي كلام كتير جدا عن هزيمة الصهاينة في المعركة. احنا امام مقاومة محاصرة ومفيش عندها اي امكانيات، وفجأة تلاقيها بتعمل صواريخ وبتضرب ومداها اكتر
او حوالي 250 كيلو بتهزم الجيش الذي لا يقهر. الحرب دي اثبتت ان الصهاينة دول هوا وانهم اضعف بكتير قوي من الكلام اللي بيتقال عليهم، اضعف قوي قوي. كل اللي احنا قلناه ده يؤكد بفضل الله سبحانه وتعالى انتصار فلسطين، انتصار المسلمين على الصهاينة المحتلين لبلاد المسلمين. وبفضل الله سبحانه وتعالى ده مش بس انتصار على الصهاينة، لا ده كمان انتصار في كشف حقيقة عيال العلمانيين اللي بيتكلموا بلساننا وباسمائنا ويقولوا احنا مش عارف كذا وكذا. ودلوقتي لما حصل الموقف ده كلهم سكتوا، كلهم حطوا القديمه في بقهم. فاللهم لك الحمد يا رب على هذا الانتصار. ربنا يا رب يجعل ايامنا كلها انتصارات على غير المسلمين المحتلين لاراضينا يا رب. وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله كل خير. ربنا يا رب يجعلكم من اقوى الاقوى، وربنا ينصرنا جميعا يا رب. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.